يلا تفضل تفضل. بالفعل اليوم أردنا أن نكون في هذه المحافظة العزيزة واخترنا موقع التيل، خاصة وأنه هذه المنطقة غنية بكفاءتها العلمية وحضورها الأكاديمي المتميز، وأيضا اليوم المرشدات والمشاركات في هذا المخيم الصيفي، وأيضا اتسام هذا المخيم هذه المرة بالتركيز على الفساد ومقاومة الفساد ومكافحته في فلسطين، والتأكيد على الرسالة النبيلة التي يريدها الشعب الفلسطيني أن تكون فلسطين خالية من الفساد. كل هذه المفاهيم التي يعني يحاول أن يجسدها هذا المخيم تعني الكثير بالنسبة للفلسطيني، وبالتالي حضورنا اليوم هو دعم لمسيرة الطلبة في التركيز على مفهوم المخيمات الصيفية الإرشادية الكشفية، والتأكيد على دعم الصبي الفلسطيني في هذه المسيرة العطرة التي نرى فيها إنجازات نوعية. واليوم إحنا أيضا نريد أن نقول للمعلمة الفلسطينية والمرشدة شكرا جزيلا على هذا الجهد النوعي، لذلك تغمرنا السعادة بوجودنا هنا، ونؤكد من خلالها دعمنا للمجتمع المحلي وإسنادنا لهذه المسيرة التي فيها علم وفيها معرفة وفيها إنتاج كما ترى من حولي، وفيها أيضا إعمال للعقل، وهذا ما نريده. نعم، كما ترى اليوم في هنا زيارة لمعالي وزير التربية والتعليم لتفقد فعاليات مخيم الإرشادي زهرة المدائن، وسمي التسمية لم تأتي هكذا اعتباطا، ولكن نريد أن تبقى القدس زهرة المدائن حاضرة في وجدان طلبتنا وطالباتنا على طول إن شاء الله، بتكون حاضرة في أذهاننا جميعا حتى تحريرها إن شاء الله. واليوم احنا شفنا معرض جميل من إنتاج طالبات، وكان المعرض إنتاج فقط خلال يومين من إقامة الطالبات في هذا المخيم، وشفنا نتاجات عظيمة، ورأينا قانون الكشاف الذي يتحدث عن صفات المرشدة الكشفية، والتي نريدها أن تكون دائما في صفات بناتنا الطالبات، أن تكون مطيعة وخلوقة وعادلة و جميع الصفات المحببة أن تكون في الطالبة أو الطفلة الفلسطينية. كما أن هذا المخيم يميزه أنه بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد حتى نعلم طالباتنا كيف هي الأخلاق الحميدة، وكيف نكافح الفساد في هذا المجتمع، وما هي الدولة الخالية من الفساد بجميع مقوماتها.